النقطه اللي عليها دور هي الديفيشنسي اوف الاسينشال فاتي اسيد. بصوا الاسينشال فاتي اسيد تقل في حاله من ثلاث حالات، تقل في حاله من ثلاث حالات. ايه هما الثلاث حالات دول؟ اما بيبي صغير لسه مولود ومش بيرضع من لبن مامته، واحنا عارفين لبن الام ده بيبقى فيه البوفا اللي هي بولي انساتوريتد فاتي اسيد، اللي من ضمنها لاينوليك اسيد ولاينولينيك اسيد اللي هما الاسينشال فاتي اسيد اللي لازم الجسم ياخدهم عشان يصنع باقي ايه، باقي الفاتي اسيد الثانيه. تمام؟ فلو الطفل الصغير اللي لسه مولود ده ما رضعش من لبن مامته واديناله فورمولا من بره، يعني لبن صناعي زي مثلا السكيم ميلك فورمولا، يعني ايه لبن منزوع الدسم مثلا، ده هيبقى عنده نقص في اللاينوليك اسيد ده، فيبقى عنده اسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي. تمام؟ دي كده اول حاله. الحاله الثانيه لما يكون واحد مثلا في غيبوبه مثلا او حاجه ومش بياكل، هو عايش على المحاليل اللي احنا بنسميها ايه، بنسميها توتال بارينترال نيوتريشن. بارينترال يعني ايه؟ بارينترال عن طريق المحاليل، ادي البلاد فيسل اللي هو احنا مدخلينه عن طريق المحاليل الاكل بتاعه. وتوتال، توتال يعني ما بياكلش حاجه من بره خالص، ما بيدخلش حاجه عن طريق ايه، عن طريق اللي هو الجهاز الهضمي بتاعه، لا هو كله عن طريق ايه، عن طريق الوريد، وبدخله ايه، بدخله محاليل. طيب العيان اللي بيبقى بياخد توتال بارينترال نيوتريشن ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان المحاليل دي ما فيهاش فات، بس ده كان زمان، يعني زمان الحاجات دي ما كانش فيها فات، التوتال بارينترال نيوتريشن المحاليل دي ما كانش فيها فات زمان، بس دلوقتي المشكله دي اتحلت عن طريق ان هم ايه، بقوا يضيفوا اسينشال فاتي اسيد ليها. يعني يبقى المشكله دي كانت بتحصل زمان لكن دلوقتي الحمد لله ما بقتش تحصل. طيب نيجي بعد كده لاخر مشكله او اخر حاله عندي. باول حاله كانت البيبي الصغير اللي مش بيرضع من لبن مامته، اللي احنا بنديله فورمولا يعني لبن صناعي، وخصوصا السكيم ميلك فورمولا منزوع الدسم. طيب دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو العيان مثلا اللي في غيبوبه وبياخد توتال بارينترال نيوتريشن، عايش على المحاليل، بس ده كان زمان لان ما كانش فيها فات، لكن دلوقتي بداوا ان هم يضيفوا الفات ليها. اخر حاجه ان انت كشخص بتاخد الاسينشال فاتي اسيد عادي، بس انت اللي عندك مشكله ان الفاتي اسيد، ادي اهو واحد اهو تمام، وخد الفاتي اسيد من بقه، اعتبره ده بقه، وادي نزل تمام، ادي المفروض ديت كده اللي هو الاسوفاجس، وادي المعده، وادي الانتستين. ما علينا، ان هو خده عادي عادي عادي، وصل للانتستين، ما حصلوش امتصاص، ما وصلش لايه، ما وصلش للجسم، الجسم ما استفادش منه. يبقى الشخص ده عنده اصلا مال ابزوربشن. يعني ايه مال ابزوربشن؟ سوء امتصاص، هو ما امتصش الاسينشال فاتي اسيد اللي هو خدها في الدايت دي. طيب او ممكن هو خدها وامتصها بس هو اللي احتياجاته عاليه فهي مش مكفياه، في الحاله دي برضو هعتبرها ديفيشنسي في الاسينشال فاتي اسيد. يبقى اخر حاله حاجه من اتنين، يا اما انا باخد الفاتي اسيد بس انا عندي مال ابزوربشن فمش بمتصها فانا عندي ديفيشنسي فيها، يا اما انا باخدها وبمتصها بس انا اللي احتياجاتي عاليه فكده نسبيا انا عندي نقص فيها، انا محتاجه ان انا احتياجاتي كتير، فلما اخد النورمال منها ده مش هيكفيني، محتاج اخد اكتر. تمام؟ طيب دي اللي هم المال ابزوربشن وانكريز النيد بتاعه الميتابوليك ايه، الميتابوليك انكريز اللي هي الميتابوليك نيد، يعني انا محتاجه منها اكتر. طب ايه الحالات اللي انا احتاج فيها اصلا الحاجه اكتر او الحاجه بكميه كبيره؟ والله دي حاجه معروفه، الناس اللي هي بتبقى خارجه من العمليات، او الناس اللي اتعرضت لحادثه كبيره جدا جدا وبرضه هتخش العمليات او هتعمل عمليات، والناس اللي هي اتعرضت للحروق. الحروق دي فظيعه بتخلي اللي هو الجسم خلاص، هو جسم بايظ محتاج من كل حاجه كتير 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 كتير. تمام؟ فثلاث حالات اللي هم واحد خارج من العمليات، واحد عمل حادثه كبيره بولي تروما بيشنت وهيخش يعمل عمليات وعنده كسور وحاجات من دي، او واحد اتعرض لحروق شديده جدا والحروق دي خليته يعني جسمه خلاص، جسمه ضعيف جدا ومحتاج من كل حاجه اصلا كتير. فالثلاث حالات دول اللي بيبقى النيدز بتاعتك عاليه. يبقى انا عندي الديفيشنسي بتاعه الاسينشال فاتي اسيد حاجه من ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات؟ يا اما البيبي الصغير اللي هو مش بيرضع من مامته، انا بديله لبن صناعي فورمولا ما بيبقاش فيه لاينوليك اسيد اللي هو اصلا اسينشال فاتي اسيد، زي مثلا اني فورمولا اللي هي السكيم ميلك فورمولا اللي هو منزوع الدسم، كان ديفلوب ايه اسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي ماشيه على ايه، على توتال بارينتال نيوتريشن اللي هو واحد مثلا في غيبوبه واحنا يعني عايش حرفيا على المحاليل، زمان ما كانوش بيحطوا فيها ايه الاسينشال فاتي اسيد دي، بس دلوقتي الحمد لله بيقول لك ناو موست تي بي ان اللي هي توتال بارينتال نيوتريشن سوليوشن، المحاليل دي انكلود فات ايمالشن تو بريفنت الاسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي، حطوا عليها فات. طيب اخر حاجه بيقول لك الناس اللي عندها ايه الفات ما الابزوربشن، يعني انت بتاخد الفات بس ما بيحصلوش ابزوربشن، ما بيمتصش، ما بيوصلش للجسم فالجسم ما بيستفدش منه، او انت اصلا اللي عندك زياده في النيدز بتاعتك، زي مين؟ العيان اللي خارج من جراحه سيرجري او مالتيبل تروما اللي هو البولي تروما بيشنت، يعني واحد عمل حادثه كبيره وعنده كسور كتير، او البيرنز اللي هي الحروق. بيقول لك ان في الحالات دي ممكن على فكره يعني واحد يبقى عنده اسينشال فاتي اسيد ومش ظاهر عليه اعراض، اصل هي كده كده ليها اعراض معينه هنقولها كمان شويه، مش ظاهر عليه اعراض، بس ده نادر قوي ان هو ما تظهرش عليه اعراض. في الحاله دي هشخصه ازاي؟ هقوم راح اعمل له تحاليل واشوف نسبه الاسينشال فاتي اسيد في جسمه قد ايه، وهلاقيها قليله في الحاله دي هشخصه باللاب، بس دي نادرا جدا لان هي كده كده يوجوالي في الاغلب هتلاقي الاعراض ظاهره عليه، وهتشخصه كلينيكال، يعني هتشخصه من الاعراض اللي ظهر عليه، من الكلينيكال بيكتشر اللي ظهر عليه.
طيب ايه بقى الاعراض؟ الاعراض كذا حاجه. عارفين الفانكشن، احنا هنعكس الفانكشن هيطلع لنا الاعراض. الاعراض بتاعه الاسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي، اول حاجه مش احنا قلنا ان الليبيد دي كانت مهمه عشان السلمبرين، يعني احنا قلنا ان السلمبرين بيدخل في تركيبه ايه، فوسفوليبيد باي لاير، يعني ليبيد مهمه للسلمبرين. طيب دي حاجه. وقلنا ان الليبيد ووتر انسوليبل، فما تخليش الووتر تبقى موجوده كتير، واحنا عارفين ان الميه بيئه حلوه قوي قوي ان البكتيريا تنمو فيها وان يجي لك انفكشن. هناخد من النقطه دي حاجتين، اول حاجه حته السلمبرين، ان انت السلمبرين بتاع مين، بتاع كل الخلايا بتاعه الجلد بتاعتك فيها سلمبرين، والسلمبرين ده المفروض يبقى فيه ليبيد. طب انا عندي الاسينشال فاتي اسيد مش موجوده او قليله، فالليبيد قليله ايه اللي هيحصل؟ الجلد بتاعك هيأثر بشكل سيء جدا، هيبقى عندك تقشير في جلدك على طول، وهيبقى فيه نقص، هيبقى عندك نقص في الليبيد، فالووتر بالميابيلتي هتزيد، الووتر بالميابيلتي بتاعه الجلد هتزيد، فالميه تدخل والميه دي بيئه مناسبه للبكتيريا، فيجي لك التهابات في الجلد كتير. فالشخص ده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده ديرماتيتس اللي هو التهابات في الجلد، هتبقى جنرالايزد وسكيلي. جنرالايزد يعني في كل جسمه، وسكيلي يعني بتقشير الجلد بيقشر. تمام. طيب وده سببه ايه؟ سببه ان انت زودت البرميابيلتي بتاعه مين، بتاعه السكن، الووتر بالميابيلتي. ليه؟ انت قللت الفات، فالووتر تدخل براحتها، مفيش حاجه هتمنعها، اللي هي ما كانتش بتدوب فيها خلاص ما بقتش موجوده، والميه بيئه حلوه جدا جدا للبكتيريا، والبكتيريا بتساوي انفكشن. تمام. يبقى احنا كده خدنا نقطتين. اول حاجه العيان ده هيجيلك بيشتكي من ايه؟ هيقول لك يا دكتور انا عندي التهابات، يعني مش هيقول لك بقى انا عندي التهابات، هو هيجيلك انت هتشوف جلد اللي هو بيقشر وفي التهابات وحاجه كده فظيعه، وهيقول لك ان هو كل شويه يجيلك، كل شويه يجيله ايه، كل شويه يجيله انفكشن. انفكشن بقى تجيله مثلا في صوره ايه، دور البرد، الستات مثلا يجيلها فاجينال انفكشن، الحاجات دي. طيب ده كده الاعراض اللي هيجيلك بيشتكي منها. هيقول لك ايه؟ ان هو التهابات في الجلد كتير، وان هو بيجيله عدوى بشكل مستمر، ممكن يخش في دور البرد، يعني يجيله كل شويه ويخف ويجيله، يخف ويجيله. تمام. طيب يعني هو عرضه للانفكشن. طب هل السبب ده، السبب لده زي ما احنا قلنا ان انا عندي الجسم بقى عرضه للبكتيريا بشكل كبير، دي حاجه. والحاجه الثانيه لو تفتكروا احنا قلنا ان الاراكيدونيك اسيد كان بيديني حاجه اسمها ايه، ليوكوترينز، والليوكوترينز دي بتاعه ايه، بتاعه المناعه وبتاعه الحساسيه. وحاجه تانية ان انا كنت بطلع البروستاجلاندين اللي هي اصلا الانفلاماتوري ميديتورز، كل دي حاجات ليها علاقه بالمناعه، فلما تقل الانفكشن ايه، يحللها الجو. تمام. طيب يبقى اول نقطتين حته الدرماتيتس وحته الانفكشن. طيب نقطتين كمان، فاكرين ان انا قلت لكم الدي اتش اي، الدي اتش اي ده كان مهم قوي قوي عشان مين؟ عشان البرين وعشان الريتنا. طيب ما بقاش عندي دي اتش اي، الوظائف بتاعه البرين هتتاثر، زي الوظائف بتاعي. فالطفل دوت مثلا مامته تيجي تشترك من ايه، ان هو في الفصل بتاعه مش شاطر، هو ابلد واحد في الفصل، والذاكره بتاعته مش جايبك، يعني مش مساعداه، فهو عنده مشاكل في الليرنينج، وعنده مشاكل فين، في الميموري. ده بسبب ان ايه، بسبب اللي هو خلل في البرين ديفلوبمنت نتيجه نقص الاسينشال فاتي اسيد اللي هو الدي اتش اي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه هي الريتنا، الريتنا انا مهم، انا الحاجات دي كانت مهمه عشان الريتنا، فالريتنا هي كمان هتتاثر، فيبقى في عندي خلل فين، في الفيجن، في الرؤيه بتاعه الشخص ده. طيب وهيبقى عندك حاجه اسمها سنسوري نيرف ديس اوردر نيوروباثي، برده هي كانت مهمه عشان مين، مهمه عشان النيرفات، فيبقى عندك مشاكل على مستوى النيرفات. فانا عندي كده العيان ده هيجي يشتكي من التهابات في الجلد، وان هو بيجي له انفكشن كتير جدا جدا جدا، ولو هو طفل صغير مامته هتيجي تشتكي لك من ايه، تقول لك ان هو ابلد واحد في الفصل، وان ذاكرته ضعيفه، وان هو مش بيعرف يذاكر كويس، وان هو ممكن كمان يجيله مشاكل ايه، نظره بقى ده ان هو يضعف. كل الحاجات دي بتوديك في اتجاه ان الشخص ده عنده ايه، عنده نقص في الاسينشال فاتي اسيد. مش بس كده، الشخص ده قلنا ان مناعته ضعيفه جدا، فعرضه للانفكشن، بيجيله انفكشن كتير جدا جدا جدا، ونتيجه ان انت اللي هي الانفلاماتوري ميديتورز البروستاجلاندين والليكوترينز، الحاجات بتاعه المناعه والحاجات بتاعه ان لما الواحد يتعور ولا حاجه الجرح يلتئم ويلم وكده، ما بقتش موجوده نتيجه نقص الحاجات اللي كنت بكونها منها. فالشخص ده برضو هيبقى عنده بور واند هيلينج. يعني ايه بور واند هيلينج؟ الجرح بتاعه مش بيلتئم بسرعه، بياخد وقت طويل جدا على ما يلتئم. يبقى دي الاعراض اللي هيجيلك بيها. هيجيلك بايه؟ رقم 1 التهابات في جلده، بيجيله انفكشن كتير ولما بتخف بترجع على طول، لو طفل صغير هيبقى عنده مشاكل في الجروس، يعني في النمو بتاعه، هيبقى عنده مشاكل في الليرنينج والميموري، مامته هتيجي تشكله قبل واحد في الفصل، نظره بدا يضعف، لما بيتعور الجرح بتاعه ما بيلمش بسرعه. كل دي اعراض توجهك ان الشخص ده عنده ايه، عنده اسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي. طيب لو شخص
مش جاي لك باعراض وايه بقى يعني، وانت مش عارف ان انت تشخصه، او هي نادرا انه نادرا ان الاعراض ما تظهرش، هي كده كده الاعراض هتظهر بس نادرا جدا، انها تحتاج ان انت تعمل ايه لابوراتوري انفستيجيشن، يعني ايه يعني تعمل له تحاليل، هتودي له يعمل تحاليل، هتلاقي ايه، هتحلله الدم بتاعه، هتلاقي ان الاسينشال فاتي اسيد قليله في الدم. مين الاسينشال فاتي اسيد اللي هتبقى قليله؟ اللي هم دول اللاينوليك اسيد والالفا لاينولينيك اسيد والدي اتش ايه، هيبقوا ايه، هيبقوا قليلين. طيب كاتب لك حاجه اسمها انكريز في التراين تتراين ريشيو. ايه بقى انكريز في التراين تتراين ريشيو دي؟ تعالوا بقى دي هنشرحها لوحدها. احنا عندنا قلنا ان الفاتي اسيد بنقسمها الى حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ اسينشال فاتي اسيد ونون اسينشال فاتي اسيد. الاسينشال فاتي اسيد دول زي مثل الاراكيدونيك اسيد اللي هو اشهر واحد فيهم، بيبقى فيه كام دبل بوند؟ 4 دبل بوند، اللي احنا كنا سميها ايه، سميناها تترا 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 يين. واغلب الاسينشال فاتي اسيد لما بيدوني مركبات بيدوني مركبات فيها 4 دبل بوند تترا يين. طيب يبقى اغلب الاسينشال فاتي اسيد لما هتدخل وتديني مركبات هتديني تترا يين، يعني فيها 4 دبل بوند. النون اسينشال فاتي اسيد بقى لما بتخش وتديني مركبات بتديني غالبا مركبات فيها 3 دبل بوند، 3 دبل بوند، يبقى هسميها تراي تراي تراين. طيب الطبيعي ان الشخص لو محافظ على الدايت بتاعه كويس وبياخد اسينشال فاتي اسيد بالكميه المطلوبه وكميتها في وكميه بتاعته بتاعه اللي هي الاسينشال فاتي اسيد في الجسم مظبوطه، التراين هتبقى اكتر من التتراين، يعني الكفه دي هتبقى اكتر من ايه، اكتر من الكفه دي. طب لو واحد عنده نقص في مين، عنده نقص في الاسينشال فاتي اسيد، لو واحد عنده نقص في مين، نقص في الاسينشال فاتي اسيد، نقص في الكفه دي، ايه اللي هيحصل؟ الكفه دي هي اللي هتعلى. فلما تيجي تقيس لواحد عنده ديفيشنسي في الاسينشال فاتي اسيد، تقيس له في الدم بتاعه النسبه بتاعه النسبه بتاعه مين، النسبه بتاعه التراين للتتراين، مين اللي هيبقى اكتر؟ التراين. يبقى التراين للتتراين ريشيو هتبقى اعلى، التراين هيبقى اعلى من التتراين، ده معنى كلمه الايه اللي هي التراين للتتراين ريشيو هتبقى عاليه. يبقى لما تيجي تشوف هتشوف البلاد ليفلز بتاعه الاسينشال فاتي اسيد هتلاقيها قليله، وهتشوف حاجه اسمها تراين تتراين ريشيو هتلاقي ان التراين اعلى من التتراين، التراين اللي هي الثلاثة اعلى من التترا اللي هي فيها 4، ليه؟ نتيجة ان التترا اللي هي بتكونها اصلا الاسينشال فاتي اسيد قليلة، فدي هتقل، تقوم التراين هي اللي تبقى عالية، تقوم النسبة ايه، النسبة بين الاتنين تزيد. ليه؟ لان المقام لان انت عندك البسط هنا مين، البسط هنا التراين، تمام، البسط هنا التراين اللي هي اكتر، والمقام هو التتراين اللي هي مين، اللي هي بقت اقل نتيجة نقص الاسينشال فاتي اسيد. فلما يقول لك في الام سي كيو increase في التراين تتراين ريشيو ولا 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 ايه ولا decrease فيها، هتقول increase، تمام. طيب انا حاطه لكم سؤال عليها، هنحل الاسئله في المراجعه ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده خلاص حاجه اسمها deficiency بتاعه الاسينشال. اجي بقى اتكلم على انا مش عارفه الصوت ده بيطلع منين، بس ما علينا. الديفيشنسي بتاعه الاسينشال فاتي اسيد قلنا فيها ايه، قلنا الكوزز بتاعتها، وقلنا ثلاث حاجات، البيبي الصغير والتوتال بارنترال نيوتريشن، واللي هي ايه الشخص اللي بيبقى عنده فات مال ابزوربشن او زياده في النيدز بتاعته. طيب تاني حاجه اللي هو اتكلمنا بعد الكوزس، اتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر الاعراض، قلنا هيجي لك بالتهابات في الجلد وعنده انفكشن كتير والجروح بتاعته ما بتلتئمش بسرعه، مشاكل في عينه والليرنينج والميموري، الحاجات دي كلها دي كده اسمها ايه، كلينيكال بيكتشر، ودي اللي غالبا هشخص منها. يبقى الدياجنوز اصلا يوجوالي بيبقى كلينيكال، يعني من خلال الكلينيكال بيكتشر، مش هحتاج ان انا اعمل ايه، مش هحتاج ان انا اعمل تحاليل. طب افرض ان انت بقيت شاكك ومش متاكد خلاص، هضطر ان انا اعمل تحاليل، هلاقي ايه، هلاقي في نقص في البلاد ليفل بتاع اللاينوليك اسيد واللاينولينيك والالفا لاينوليك اسيد، دي اللي هم الاسينشال بتوعي، وهتلاقي ان التراين تتراين ريشيو بقت عاليه. طيب فاضل لنا موضوع واحد بس اللي هو مين، اللي هو الرانسيديتي، ان شاء الله مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. يعني اخر نقطه معانا اللي هي الرانسيديتي. الرانسيديتي دي عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان الليبت بوزت. يعني ايه الليبت بوزت؟ عارفين لما مثلا تغلوا لبن وبعد كده اللبن ده يعمل وش، وتشيلوا الوش كده تقشطوه وتحطوه في طبق مثلا وتسيبوه تاني يوم، تاني يوم هتلاقي الوش ده حصله ان هو اصفر، ريحته بقت وحشه جدا جدا جدا، وطعمه بقى حاجه استغفر الله العظيم. طيب كده انت غيرت في ايه؟ قلنا لونه بقى وحش، لونه اصفر، ريحته بقت وحشه، ثواني، قلنا ان هو لونه بقى وحش، وقلنا ان هو ريحته بقت وحشه والطعم بتاعه بقى وحش جدا جدا جدا، ده معنى الرانسيديتي، ان اللي بتفسد.
طيب تشينج في ايه؟ تشينج في الكلر والاودر والتست بتاعه الفات والاويلز، تمام؟ الليبت فسد، تشينج في الكلر والاودر والتست بتاعه الفات والاويل. طيب احنا بنقسم الرانسيتي لثلاث حاجات، يا اما ان الرانسيتي دي حصل بسبب اوكسيديشن يعني انا اكسدت الليبت دي فباظت، يا اما هيدروليسيس يعني اتحللت، يا اما عملت حاجه اسمها كيتونيك رانسيتي. بصوا يا جماعه، الهيدروليتيك دي سببها بكتيريا، ان البكتيريا هي اللي اشتغلت وعملتها، تمام؟ البكتيريا هي اللي اشتغلت وايه وبوظتها. الكيتونيك دي سببها ايه؟ سببها الفانجاي اللي هي الفطريات، هي اللي اشتغلت على الليبت وبوظتها. طيب الاكسيديتيف رانسيتي دي غالبا اللي هتحصل في الجسم عندنا، تمام؟ طيب الاكسيديتيف رانسيتي دي يعني ايه؟ يعني حاجه اسمها ليبت بيروكسيديشن. يعني ايه ليبت بيروكسيديشن؟ هي ان حصل الليبت اكسده غير كامله. يعني ايه اكسده غير كامله؟ احنا المفروض عشان يتاكسد تاخد جزء الاكسجين على بعضه، تمام؟ لا، هي ما حصلش كده، احنا قسمنا الاكسجين نصين وخدت اكسجين وسابت واحده. الواحده دي بسميها فري راديكال، وحشه جدا، اكسجين غير مستقر يروح لاي سيل يبوظها ويدمرها، تمام؟ فهي مشكله الليبت بيروكسيديشن ان هي بتطلع لي فري راديكلز، يعني اكسجين سايب كده هيروح يبوظ باقي السيلز. ده غير ان الليبت ذات نفسه ما اتاكسدش اكسده كامله، فالليبت طالع اصلا مركب بايظ. فانت عندك هنا مشكلتين، ان الليبت ذات نفسه بايظ، والحاجه الثانيه حته الاكسجين اللي خارج لوحده ده فري راديكال هيروح يبوظ لك باقي السيل. ده معنى كلمه الليبت بيروكسيديشن. طيب يبقى الليبت بيروكسيديشن هي هيها اوكسيديتيف رانسيتي، يعني بتحصل بالاكسيديشن يعني بالاكسده الغير كامله. ما ليبت يعني ليبت، اوكسيديشن يعني اكسده. طيب كلمه بير يعني ايه؟ بير يعني غير كامل، اكسده غير كامل، تمام. وقلنا ان الهيدروليتيك رانسيتي دي سببها ايه؟ الهيدروليتيك رانسيتي دي سببها البكتيريا، البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الهواء. لما بتسيب مثلا الزبده بره لوحدها كده شويه، او المثال اللي احنا قلنا عليه ان احنا سيبنا الوش بتاع اللبن كده بره، ايه اللي حصل؟ البكتيريا اللي موجوده في الهواء، المايكرو اورجانيزم اللي موجود في الهواء، طلع انزيم اسمه اللايبيز انزيم. من اسمه لايبيز، لايبيز، لايبيز. يعني ايه لايبيز؟ يعني بيكسر في الليبت، يبوظ الليبت، تمام؟ تمام. فانت في الهيدروليتيك رانسيتي محتاج ثلاث حاجات، ان الليبت تكون مكشوفه بره في الهواء، ويكون المايكرو اورجانيزم ده موجود، والانزيم اللي هو اللايبيز ده موجود فيشتغل عليه فيطلع لك دهون بايظه. بس دي مش هتحصل في الجسم بتاعك، دي محتاجه ايه؟ انها تبقى بره في الهواء، دي اللي بتحصل للاكل البايظ، تمام. طيب اخر حاجه الكيتونيك رانسيتي مش موجوده عليها يعني عليكم فيها غير حاجه واحده بس، ان اللي بيعملها الفانجاي الفطريات. يبقى المايكرو اورجانيزم، المايكرو اورجانيزم اللي هو بيطلع لايبيز ده هيدروليتيك رانسيديتي، لكن الفانجاي الفطريات تعمل لك حاجه اسمها كيتونيك رانسيديتي. يعني ايه كيتونيك؟ كيتونيك يعني الفانجاي هتخش تبوظ مين؟ بصوا اهو، ادي مثلا الكربوكسيل جروب، هي المفروض كده الكربوكسيل جروب تبقى كده، اللي هي سي او او اتش، الرمز بتاعها كده، هيخش يكسر دي، فيبقى عندك سي او او، تكون لك ايه؟ تكون لك مجموعه كيتون، تمام؟ اهو كون لك مجموعه كيتون، تمام. ده معنى الكيتونيك رانسيديتي. على فكره الهيدروليتيك بقى، الهيدروليتيك بقى مشكلتها في ايه؟ الهيدروليتيك، لا الهيدروليتيك مش دي المشكله بتاعتها. تعالوا نرجع لمين؟ للاكسيديتيف. كده احنا خلصنا دي وخلصنا دي. الاكسيديتيف رانسيديتي احنا قلنا ان انا دلوقتي بقى عندي مركبين، الاكسجين اللي هو خارج فري اللي هيروح يبوظ السيل، ومركب الليبيد اللي بايظ. مركب الليبيد اللي بايظ الاكسجين اللي دخلت دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تحول الكربوكسيل جروب اللي هي كانت سي او اتش دي، بدل ما هي كانت كده لا تحولها لك الى ايه؟ تقوم شايلالك اللي هو اللي هي المجموعه دي خالص، ويبقى سي اتش او اللي هو الدهين، ماشي؟ او سي او اتش اللي هو ايه؟ الكحول، تمام. يعني هنحور في المجموعه الوظيفيه دي ونخليها حاجه تانية، فهينتج لك مركبات تانية هنقولها في السلايدز كده. يبقى في السريع كده ايه اللي نعرفه في الرانسيتي؟ ان هي تشينج في ثلاث حاجات، الكالر والاودر والتيست، الريحه والطعم، وايه الريحه والطعم واللون بتاع الفات والاويل، تمام. طيب قلنا الطيبس بتاعتها ايه؟ في منها بتحصل نتيجه الاكسده غير كامله بسميها اوكسيديتيف او ليبت بيروكسيديشن، وفي حاجه بسبب المايكرو اورجانيزم الموجوده في الهواء بسميها هيدروليتيك، وفي بسبب الفطريات اللي هي الفنجي بسميها كيتونيك رانسيديتي. نمسك كل واحده فيهم. اول حاجه الاوكسيديتيف، الاوكسيديتيف رانسيديتي تعمل حاجه اسمها ليبت بيروكسيديشن، قلنا بيروكسيديشن يعني اكسده غير كامله، بارشل اوكسيديشن. طيب مين اللي هيساهم او هيساعد في ان ده يحصل؟ اكيد العوامل المؤكسده. طيب فبيقول لك ان البارشل اوكسيديشن دي بتحصل بحاجه اسمها اوكسيدنت، عوامل مؤكسده. Where the oxygen is added للانساتوريتد الانساتوريتد عذرا يا جماعه للانساتوريتد لينكج اند ذس ريزلت الفورميشن بتاع مين؟ حاجه اسمها ايبوكسايد وبيروكسايد، اللي هي مركبات الدهون اللي بايظه اللي احنا قلنا عليها. طيب البولي انساتوريتد بيقول لك مين اللي اكثر عرضه للاكسيديتيف رانسيتي؟ بصوا الحاجات اللي فيها عدد ذرات كربون قليل مش هتبقى عرضه للحوار ده جامد، لكن اللي هيبقى عرضه قوي 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 الحاجات اللي فيها كربون كتير. زي مين؟ زي البولي انساتوريتد واللونج تشين فاتي اسيد. يبقى لما اقول لك مين العرضه اكتر للاكسيديتيف رانسيتي، ويجيب لك في الاختيارات ميديوم تشين وشورت تشين، ويجيب لك لونج تشين وبولي انساتوريتد، يبقى هنختار مين؟ اللونج تشين مع البولي انساتوريتد، تمام. طيب بيقول لك ان انا عندي البيروكسايدز دي بتعمل ايه؟
قلنا ان هي ممكن تطلع لك مركب في الديهيد. هي هتحور في مين؟ هي هتحور في الكربوكسيل جروب اللي عندك اللي هي سي او اتش، بدل ما تبقى سي او اتش ممكن تبقى الديهيد سي اتش او، ممكن تبقى سي او اتش اللي هي مين اللي هو الكحول، وممكن تبقى كيتون. تمام، ممكن تبقى كيتون، اه ممكن تبقى كيتون. تمام، فهي هتحور في الكربوكسيل جروب. بيقول لك ان البيروكسايد دي بتكمبيوز ايه، بتديكمبوز تو ييلد ميكتشر من فولاتايل ايه، من فولاتايل المركبات دي اللي هي يعني بيبقى المركبات دي بس متطايره، الديهيد وكيتونز which are responsible characteristic bad taste and odor of rancid fat and oil. يبقى مين سبب الريحه الوحشه اللي طالعه؟ ان انت كونت كيتونز والديهيد. يبقى مين سبب الريحه الوحشه والطعم الوحش اللي طالع؟ ان انت كونت مين؟ ان انت كونت الكيتون بودي والديهيد. ده اللي بيحصل بره الجسم. طب جوه الجسم ان فيفو ده بيؤدي الى ايه؟ يبقى انا بره الجسم كونت فات وحش، الفات وحش دوت اللي هو ايه بسبب الالديهيد والكيتونز اللي اتكونت. طب جوه الجسم، جوه الجسم انت عندك اكسجين بايظه، عندك اكسجين بايظه اللي هي الفري راديكال، هتروح تدمر لك السيل ممبرين بتاع الخلايا، فيحصل لوس للانتجري بتاع السيل ممبرين. تمام، طيب وبرده جوه الجسم هيؤدي الى ايه؟ ديسيز زي الاثيروسكليروزس والكانسر. ديسيز زي الاثيروسكليروزس ومين والكانسر. يبقى بالمختصر المفيد الاكسيديتيف سنسيتي من كل المشكله ان انت عملت ايه، عملت ان انت عملت اكسده غير كامله، فبدل جزيء الاكسجين مكان ما كنت هتاخده سي او 2 لا انت خدت او واحده وسبت او بره، الاو دي هتبوظ لك المركب ذات نفسه فتعمل لك كيتون او تعمل لك الديهيد، وده اللي مسؤول عن ايه، عن التيست والاودر الوحشه. تمام، طيب الاكسجين الثانيه في راديكال هتروح، لو انا ده كده لو انا بره بره الجسم اللي هي الفات هتبقى باظت والاكسجين دي تروح في اي داهيه ملناش دعوه بيها، لكن لو انا جوه الجسم الاكسجين دي فري راديكال، فري راديكال دوت يعني مواد بتبوظ في الجسم، هتروح على السيل ممبرين هتبوظه وتروح تعمل لك امراض زي الكانسر وزي الاثرو ايه وزي الاثيروسكليروزس. تمام، ده بالمختصر المفيد كده الاكسيديتيف فرانسيليتي. طيب الليبيد بروكسيديشن دي بتزيد بايه؟ في حاجات بتزودها اه لما تكون لما تتعرض لحراره شديده او مويستشر او ضوء شديد او للهواء. تمام، يبقى الهيت والمويستشر واللايت والاير، في عندي اربع حاجات يزودوها اللي هم مين، الهيت والمويستشر واللايت والاير، ده كده الاكسيديتيف فرانسيليتي. تاني حاجه الهيدروليتيك انسيتي، قلنا دي سببها ايه، ان انت سبت الفات بره في الهواء والهواء ده فيه مايكرو اورجانيزم اللي هي نوعها ايه، بكتيريا بتطلع انزيم اسمه لايبيز انزيم، واللايبيز بيعمل هيدروليسيس لمين، للاستر بوند بتاعه مين، للاستر بوند بتاعه الايه الفاتي بتاع الليبيد. ادي الليبيد اهو عباره عن ايه، عباره عن فاتي اسيد واستر بوند وماسك مع مين، مع الالكحول، انت سبته في الهواء تيجي المايكرو اورجانيزم يطلع لايبيز انزيم يشتغل يكسر الروابط دي، فالفاتي اسيد بقى لوحده والالكحول بقى ايه، بقى لوحده. الليبريشن، ليبريشن يعني تعرض الفاتي اسيد لوحده كده من غير ما يكون ماسك في حاجه، ده بسميه هيدروليسيس. تمام، تمام. طيب مين اللي عرضه اكتر ليه الهيدروليتيك انسيتي؟ احنا قلنا اللي هي الاكسيديتيف كان اللي عرضه ليها اكتر البولي ان ساتوريتد واللونج تشين، هنا بقى الشورت تشين هي اللي عرضه للهيدروليتيك انسيتي، يبقى الهيدروليتيك بتاعه الشورت تشين. طيب وبيقول لك ان الشورت تشين بتاعه الفاتي اسيد هي اللي مسؤوله هنا عن مين، عن الريحه الوحشه والطعم الوحش. يبقى هنا في الهيدروليتيك انسيتي مين اللي مسؤول عن الريحه الوحشه والطعم الوحش؟ اللي هو الشورت تشين، ودي بتيجي في الام سي كيو. لكن اللونج تشين بيقول لك ان اللونج تشين اه ممكن يحصل لها هيدروليتيك انسيتي، بس هي اصلا مش فولاتايل فمش تعمل لك ريحه وحشه، يعني مش متطايره، فالريحه الوحشه والطعم الوحش مش هيبقى سبب مين، اللونج تشين. طيب بيقول لك ان الموضوع ده احنا عارفين ان الهيدروليتيك انسيتي دي بتحصل امتى، لما اسيب الحاجه بره ايه، بره يعني بره كده بره الثلاجه، او اللي هي يعني اهم حاجه دي مش هتحصل في جسمي، دي هتحصل في الاكل اللي هو بره، الاكل اللي بيبوظ زي مين، زي مثلا الزبده، لما نسيب الزبده بره في الهواء تيجي المايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الهواء اللي هي بكتيريا اللي عندها لايبيز انزيم تشتغل عليها وبوظ ايه، وبوظ البتر دي اللي هي الزبده دي. فعشان كده لازم نعمل ايه، نحط الحاجات دي في الثلاجه ونحترم نفسنا كده ونحط الحاجه في الثلاجه والحاجه تبقى جميله وخلاص زي الفل، لكن نسيب الحاجه بره الثلاجه وننساها وماما تصحى بالليل وتشوفنا سايبين الحاجه بره وناخد تهزيق وحاجات من دي، لا احنا نحترف نفسنا ونحط الحاجه في التلاجة. تمام، اخر حاجه معانا اللي هي مين، اللي هي الكيتونيك رانسيتي، هعرف عنها كلمه واحده بس ان السبب فيها هي الفطريات، الفطريات تشتغل على الفات وتطلع منها كيتونز، والحاله دي الكيتونز هي المسؤوله عن البيت تيست اند اودر. يبقى افتكروا معايا في الاكسيديتيف فرانسيتي مين اللي كان مسؤول عن البيت تيست اند اودر، كانت مين، كانت الكيتونز والالديهيد. طيب في اللي هي الهيدروليتيك مين اللي كان مسؤول عن البيت اودر، كانت مين، اللي هي الشورت تشين فاتي اسيد لما تتعرض للبكتيريا فبتبقى مسؤوله عن ايه، اللي هي الريحه والطعم الوحش، ليه، لان هي اصلا فولاتايل فعشان كده الريحه بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى وحشه. تمام، طيب نكمل، بيقول لي ان انا عندي كده احنا خلصنا الانواع بتاعه الرانسيتي، كده عرفنا الديفينيشن بتاع الرانسيتي والانواع بتاعتها.
تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه الديفينيشن، خلصنا الانواع واتكلمنا على كل نوع فيهم. اخر حاجه معانا ايه هو الايفكت بتاع الرانسيت فات وازاي امنعه. الايفكت بتاع الرانسيت فات بيبقى ازاي؟ الايفكت بتاع الرانسيت فات ان هو حاجه توكسيك، ما هي ديت خلاص حاجه باظت، اكل باظ ما ينفعش ان انا اكله. ليه؟ لان هو بقى سام، يبقى هو حاجه توكسيك. تاني حاجه ان احنا قلنا مثلا في الاوكسيديتيف رانسيتيت في عندي فري راديكال اللي هو الاكسجينال بايظه، ممكن تروح تبوظ حاجات تانية، تبوظ لك حاجه زي الايه، زي الفات سوليوبل فيتامين، زي الاسينشال فاتي اسيد التانية اللي هي اصلا سليمه ومش بايظه. فانت مش بس توكسيك، ده انت كمان ببوظ الحاجات التانية، يبقى هتبقى توكسيك. وتاني حاجه هبوظ الفات سوليوبل فيتامين، وهتبوظ مين؟ وهتبوظ الاسينشال فاتي اسيد. طيب ازاي امنع الرانسيتي؟ ازاي اعمل بريفنشن ليها؟ البريفنشن بتاع الرانسيتي عباره عن حاجتين. انا عندي رانسيتي ممكن تحصل للليبيد اللي جوه جسمي، وممكن تحصل في الحاجه اللي بره جسمي. قلنا الحاجه اللي بره جسمي عباره هعمل ايه؟ عباره عن احط الاكل في الثلاجه، فهجيب الحاجه ايه اواي فروم التمبريتشر والهيوميديتي واللايت، احط الحاجه في الثلاجه الدنيا هتظبط معاك والاكل مش هيبوظ. طيب جوه جسمي همنعها ازاي؟ مش احنا قلنا ان السبب في الاكسيديتيف رانسيتي اللي بتحصل جوه جسمي هي الاكسيدنت اللي هي المواد المؤكسده. طب ما انا ادي حاجه ضد المواد المؤكسده، ادي حاجه اسمها انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت دي في منها حاجات طبيعيه ناتشرال، وفي منها حاجات ايه، وفي منها حاجات سينثيتك. يبقى انا ممكن ادي حاجات سينثيتك انتي اوكسيدنت، وممكن ادي ناتشرال انتي اوكسيدنت. المثالين اللي عندنا على الناتشرال اللي هم مين؟ الفيتامين اي والبيتا كاروتين، اللي هو البيتا كاروتين بيديني حاجه اسمها فيتامين اي. يبقى الفيتامين اي والبيتا كاروتين دي اسمها ايه؟ ناتشرال انتي اوكسيدنت. يبقى ده البريفنشن بتاع مين؟ بتاع الرانسيتي. احنا كده الحمد لله خلصنا التوتوريال. هنروح نبص بس على سلايد الرانسيتي اللي كانت موجوده في المحاضره عشان لو فيها كلام زياده عن التوتوريال. ده كده الكلام ده كان في المحاضره على الاوكسيديتيف رانسيتي. قال لك ان انا عندي الاوكسيديتيف رانسيتي بيحصل حاجه اسمها ليبيد بيروكسيديشن، يعني تاكسد غير كامل للليبيد. الاوكسيديشن بتاعه الدبل بوند بتاع مين؟ بتاع الانساتوريتد فاتي اسيد. انا عندي الانساتوريتد فاتي اسيد فيها دبل بوند، انا لما بدخل الاكسجين بيكسر الدبل بوند دي، فهينتج ايه؟ هينتج عندك كيتونز، وهينتج الدهيد، وهينتج الكحولز اللي هي المجموعات الوظيفيه الثانيه غير الكربوكسيل. تمام، يبقى الكيتون والالدهيد والالكحول دي المسؤوله عن ايه؟ وهينتج برضو ايه، ادي تعالوا كده نرسمها. بصوا انا لما يكون عندي مثلا حاجات كده، ودي مثلا سي او اتش، ودي عندك اتش مثلا، ودي اتش هنقفلها اتشات يعني ماشي، ودي اتش 3. انا لما ادخل واعمل ايه واكسر البوند دي، واكسر مثلا البوند دي في ايه اللي هيحصل؟ انا مثلا لو كسرت البوند دي نتج عندي ايه؟ عدد ذرات كربون اقل، فبقى عندي شورت تشين فاتي اسيد. او كسرت البوند دي مثلا واديتها اكسجينه، فانت ايه، فانت كده نتج عندك ايه، نتج عندك مثلا اللي هو سي اتش او اللي هو مثلا الدهيد. او مثلا سبت البوند دي زي ما هي ورحت اشتغلت على مثلا سي او اتش وشلت منها الاو اتش، بقى عندك سي او او اللي هو الكيتونز. المهم ان انت ايا كانت التفاعلات اللي تعملها تطلع حاجه من الحاجات دي، يا اما كيتون يا اما الدهيد يا اما الكحول يا اما شورت تشين فاتي اسيد يا اما الليبيد بروكسايد. يعني الليبيد بروكسايد اللي هي الفري راديكال اللي احنا خرجناها اللي هي الاكسجين البايظه، مش انا كان عندي اوتو خرجت واحده واحده، اللي هي الاكسجين البايظه دي هي دي ايه، من ضمن الفري راديكلز اللي هتروح تبوظ التشو. طيب يبقى ده معنى كلمه ليبيد بروكسيديشن، انا بعمل اوكسيديشن للدبل بوند تطلع لي حاجه من الحاجات دي، يا اما ايه، يا اما كيتون يا اما الدهيد يا اما الكحول يا اما شورت تشين فاتي اسيد يا اما ايه، يا اما ليبيد بروكسيديشن. مشكله الحاجات دي ان هي فولاتايل فتعمل لي ريحه وحشه. تمام، يبقى مشكلتها ان هي فولاتايل فده سبب ريحه وحشه، دي حاجه. ثاني حاجه لما اجي اكل اللي هو الرانسيت فات اللي تعرض لحاجه زي الاوكسيديتيف رانسيتي، احنا عارفين ان الاوكسيديتيف دي بتحصل ان فيفو وبتحصل ان فيترو، يعني بتحصل في الجسم وبتحصل للفات اللي بره الجسم. طيب لما اجي اكل حاجه رانسيت فات، احنا قلنا ان هو اصلا توكسيك، فيخش يبوظ لك مين؟ هيخش يدمرك السيلز اللي موجوده في جسمك. يبقى دامج للسيلولار بايوميكيول. الليبي بروكسيديشن بتزيد بايه؟ بتزيد باربع حاجات، الهيت والمويستشر واللايت والاير، لسه قايلينها في التوتوريال. طيب اخر حاجه ازاي امنع الرانسيتي؟ قلنا ان انا اخد حاجات انتي اوكسيدنت، في منها ناتشرال في منها سينثيتك. الناتشرال عليها مثالين الفيتامين اي والبيتا كاروتين، وان انا احافظ على الحاجه احطها في الثلاجه تبقى بعيده عن التمبريتشر والهيوميديتي واللايت. طيب الهيدروليتيك رانسيتي قلنا ان هي بتبقى عباره عن ايه، انزيماتك هيدرولايز. ليه انزيماتك؟ اللايبيز انزيم هو اللي اشتغل. قلنا ليه بتحصل الاكل اللي بره الثلاجه؟ لان انا عندي الهواء في مايكرو اورجانيزم، والمايكرو اورجانيزم ده ماله؟ مايكرو اورجانيزم يبقى اللي موجود في الاير بيبتدي ان هو يشتغل على الليبيد ويطلع لها حاجه اسمها لايبيز انزيم يكسرها. فلما كسرها هيحصل ليبريشن لمين؟ للفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد ديت لما يحصل لها ليبريشن دي بسميها الهيدروليسيس. تمام، ماشي، عشان نفهم برضو حته الهيدروليسيس، انا كان عندي فاتي اسيد اهو، ادي فاتي اسيد ماشي، ومسك مع مين؟ مسك مع الكحول عشان يديني مركب دهون. انا لما اكسر واعمل هيدروليسيس واجيب اللايبيز انزيم يكسر الرابطه دي، الرابطه دي بقى عندي فري فاتي اسيد لوحدها اهي، والالكحول بقى لوحده. فانت بقى عندك دلوقتي ايه، طيب فانت بقى عندك فاتي اسيد لوحدها والكحول لوحدها. طب لو ده تاج، يعني تراي اسايد جليسرول، تعالوا نمسح الكلام ده ونرسم الاول تاني. لو ده تاج يعني ايه؟ يعني اللي هو الجليسرول احنا عارفين ان هو كان عباره عن 3 ذرات كربون، ومسك معاه ايه؟ مسك معاه 3 فاتي اسيد. طيب
انا لما يجي يشتغل على البيض انزيم لو كسر الرابطه دي كده احنا خرجنا فاتي اسيد، بقى عندي ايه بدل ما كانوا تراي اسايل جليسرول بقوا ايه، بقوا داي اسايل جليسرول، يعني 2 فاتي اسيد بس. طب لو كسرت دي كمان بدل ما كانوا داي بقوا ايه، بقوا مونو اسايل جليسرول، تمام. فانت بتكسر واحده واحده في حاله التراي اسايل جليسرول، يبقى اللايبيز اشتغل طلع لك داي اسايل جليسرول ومونو اسايل جليسرول واداك الجليسرول، او وفي الاخر خالص هيديك مين، الجليسرول لوحده والفاتي اسيد لوحده، تمام. ده معنى الجمله دي. طيب الريليز شورت تشين فاتي اسيد قلنا ان دي اللي مسؤوله عن ايه، بتديني رانسيت فات اسم الانتست، يبقى دي اشهر حاجه. لو جاب لك في الامتحان كده من غير ما يحدد لك نوع الرانسيتي ايه وقال لك السميل والتيست بتاع الرانسيت فات سوي ايه، هتقوم قايل الشورت تشين فاتي اسيد. دي لو جابها لك طف كده من غير ما يحدد لك هي هيدروليتك ولا اوكسيديتك ولا ايه، يبقى لان دي اشهر حاجه ان الشورت تشين فاتي اسيد هي المسؤوله عن ايه، عن السميل والتيست بتاعه الرانسيت فات. طب ليه هي اشهر حاجه؟ لان الرانسيت فات دوت اللي هو ايه، اللي هو بيحصل بره الجسم. يعني ايه بره الجسم؟ يعني ده اللي هو الاكل بتاعنا، الاكل بتاعنا بيبوظ بايه، بيبوظ بالهيدروليتيك رانسيتي. لما يقول لك اكل مثلا لبد وطعمه وحش، ما طبيعي ده حصل له هيدروليتيك رانسيتي، يبقى طبيعي الطعم الوحش والريحه الوحشه ده تبقى مين، شورت تشين فاتي اسيد، تمام. طيب اخر حاجه بيقول لك ان هيدروليتيك رانسيتي اسكوما فين، في الزبده، في الزبده، في الزبده لما تتساب بره الثلاجه في الروم تمبريتشر، ده معنى الهيدروليتيك رانسيتي. كده احنا خلصنا الحمد لله الرانسيتي، شفنا الكلام اللي عليها في التوتوريال، شفنا الكلام اللي عليها في المحاضره. كده فضل الله احنا خلصنا الجزء بتاع الليبيد كيمستري اللي هو كان عباره عن جزئين، الجزء اللي اتشرح لكم في المحاضره والجزء اللي اتشرح لكم في التوتوريال. اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا على الليبيد، التعريف بتاعها، وبعد كده الكلاسيفيكيشن بتاعتها، وبعد كده الامبورتنس. التعريف بتاعها ان هي عباره عن مركبات عضويه بتدوب شغل ميه والكلام ده كله، والكلاسيفيكيشن اللي هي سيمبل وكومباوند وايه واللي هي الدرايفد، والامبورتنس بتاعتها اللي احنا كنا مجمعيناهم في ايكوراي والام والام بي ام. الفاتي اسيد مسكناها، عرفنا التعريف بتاعها والكلاسيفيكيشن على حسب ثلاث حاجات، يا اما على حسب عدد ذرات الكربون ان هي تكون زوجيه او فرديه، وقلنا الايفن هو الاشهر حاجه، او على حسب هي النيوتريشنال نيدز اسينشال ونون اسينشال، او على حسب عدد الدبل بوند قلنا ساتوريتد وان ساتوريتد. ومسكنا الاهميه بتاعتها اللي هي كانت شبه الاهميه بتاعه الفات، بس ركزنا على دي اتش اي وعلى الاركيدونيك اسيد واهميه كل واحد فيهم، وحته ان انا بمنع الفاتي ليفر، وحته ان انا بمنع مين اللي هي الاسيروس، بقلل الكوليسترول فبقلل مين احتماليه حدوث الاسيروسكليروزس بتاعه الكوروناري ارتري. بعد ما كده بعد كده قمنا ماسكين ايه، قمنا ماسكين الرانسيديتي وعرفنا يعني ايه رانسيديتي، واتكلمنا على الثلاث انواع بتوع اللي هم الاوكسيديتيف والهيدروليتيك والكيتونيك، وقلنا ايه هو التاثير بتاع الرانسيت فات، وبعد كده قلنا ازاي نمنع الرانسيديتي دي. وفي التوتوريال اتكلمنا على ازاي برقم الفاتي اسيد والامثله بتاعه الانساتوريتد، البولي خدنا فيها مثالين، المونو انساتوريتد خدنا فيها مثالين اللي هو بالميتويك واوليك، والبولي انساتوريتد خدنا فيها ثلاث امثله اللي هم لينوليك ولينولينك ومين والاراكيدونيك اسيد. وبعد كده مسكنا مثلا الاراكيدونيك اسيد وقلنا عليه كذا كذا نقطه، ومسكنا الدي اتش اي وقلنا عليه كذا نقطه، وبعد كده مسكنا الاهميه بتاعه الايه بتاعه الفاتي اسيد عموما قلناها كمان مره. بس دي كده الحاجات اللي احنا غطيناها في الجزئيتين سواء المحاضره او التوتوريال. حاولوا ان انتوا تكتبوا العناوين على جنب كده في كراسه، وعنوان عنوان تذاكروه وتقوموا مشخبطين عليه، هتحسوا ان انتوا خلاص الموضوع بيتلم معاكم. ان شاء الله هنعمل فيديو مراجعه هنراجع فيه المحاضره تاني، وهحل معاكم فيه شويه اسئله انا كنت عايزه احلها معاكم في المحاضره هنا، بس عشان بس الفيديو ما يطولش مننا. لو في اي حاجه مش فاهمينها ابعتوا لنا فورم الفيدباك، وان شاء الله احنا معاكم لحد بقى ما المديول يخلص على خير باذن الله.